هو اللي اتحركت مشيت الجزيره دي ثلاثه محاور، والله دي مش سقط مدني، والله دي سقط الا السماء ما يسقط. هو اللي اتحركت ثلاثه محاور متحركين شغل واضح، احنا في بدر دي بالنا وواثقين ومرتبين، حتى قوات الاسناد بتاعتهم لحد مشت الدقات طيران في شرق النيل امبارح، دي قوات الاسناد الجايه بعد ما يفتحوا مدني. اربعه افواج ثلاثه متحركات خشت، متحرك الرابع خاتم له احتياطي في شرق النيل. اربعه فرقه واحد بتقاتل في اربعه افواج. الطيران بتاعكم ده شغال بيقاتل في اربع افواج كلها متحركه لمدينه واحده. شفتوا في معركه الجبل، بواقي الجبل كلها بيجاي، بواقي شرق النيل كلها بيجاي، الناس تتسربوا بشارع الحصحيصه كلهم متحركين، وصلوا لحد فداسي واثقين انهم خاشين مدني، خاشين مدني. 1200 موتر، 1200 موتر دي براكده، دي جات مشتته، عندهم كم 1000 جوا مدني، عفوا 2000 موتر، 2000 موتر. الكلام ده مسجل، انا بس ما قاعد اطلع تسجيلات بتاعت ناسهم ذاتهم زولهم الماسك الوقود، الكلام بيشاور لهم في الوقود، بيضرب لناس جوا مدني، فيهم الطوابير وفيهم لما طوابير، جزء منهم اهل ساي واصحاب، جزء منهم طوابير، وبيوري فيهم الحاصل بالتفصيل، تسجيلات ومكالمات. انا الله عندنا كده 1000 موتر دي اللي اتحركت من الحته الفلانيه، عندنا لك كده 1000 عربيه دي، ما 600 عربيه طلعت من الحته الفلانيه، 300 عربيه جايبه من مجموعه السيارات المفترض تجي من المنهوبه والمسروقه، وعرباتهم باقي التاشيرات اكثر من 1000 عربيه. دي مش ترقد، هي مدني كلها قد شنو؟ مش ترقد مدني رماد، ترقد الفرقه الاولى، دي كان انتهت، كانت قدت البلد دي، خلاص الشريان الرابط كده بقى قدها. طريقك بتاع الغرب، طريقك بتاع الشرق، طريق بورسلان، البلد دي خلاص هم كده سيطروا عليها. جايين عارفين بيسووا في شنو، عارفين بيسووا في شنو، واثقين وقافلين ومتاكدين مدني دي جغموها جغموها. لكن ربنا كريم على الشعب السوداني، وربنا كريم على القوات المسلحه، كريم على لانه تعرضت لغدر، ولانه كل يوم بيتاكد ان المخطط ده اكبر ما احنا كنا متصورين ذاته، اكبر مما كنا متصورين ذاته المخطط ده. قدر ما نتصور حجم المخطط تكتشف انه هو اكبر. عندكم شنو فيها؟ فلول شنو؟ والله بقيتوا فلول انتم. الان في اللحظه اللي انا بتكلم معاكم فيها دي، الفلول هي خوارج الدعم السريع. مطاشين الان في الجزيره، ما تقول لي امريكا قالت لكم انسحبوا، ما انسحبوا النازل وين؟ النازل يدقوا غلبتهم مدني عديل، غلبتهم. غلبتهم مدني. طب ترى انا قبليل انت. طبعا انا قلت لك بثق في القوات المسلحه دي، ما احبهم فيها ساي. بيسجن برماد بغير قوات مسلحه، ده اللي اتدربوا بيختار ارض المعركه بتاعته هو. الناس يقول لك ليه ما دقهم في الحته الفلانيه؟ ليه ما شركوا لهم في الحته الفلانيه؟ يا اخوانا الكلام ده لو انا في حروف في العسكريه ما اتكلم كثير. العسكريه ما اتكلم فيها كثير. لكن اي كلام بقوله مختص بالعسكريه هذا منه ضابط. وبحدد لك يا رتبه، لانه في رتبه بكون ما اعرفه، ما مستوى في الجيش. المعرفه ما بتكلم فيه. اختيار ارض الموت دي 51% من انتصارك في المعركه دي. هرد يا زول ما كان راجل يطلع معاك الخلا. هرد تختار ارض الطابور بتاعتك انت، ارض الموت تحددها انت. ساعه الصبر تحددها انت، ما يحددوه. المعركه الاولى حقت الدعم السريع مفترض ينتصر لانه محدد لحظه الصفر هو، ما حقت الجيش. ارض المعركه حدده هو وهاجم على الجيش في مقراته. الجيش رد له في مقراته، ما دافع عن مقراته، رد السقط خلاه دقاه في مقراته. هس الليله طلعتهم من الخرطوم دي حيدفعوا تماما لنهايه الحرب. لنهايه الحرب حيدفع الدعم السريع، لانه الطيران ده كان مكتف في الخرطوم ما قادر يشتغل. كان وقع حيطه يقول لك المدنيين، الادانه، المدنيين، المشاطات بتاع الحريه التغيير كلهم، والدعم السريع تعلم له حبه نشاط، بقى يتكلم معاهم، وعنده حبه متحدثين بجانا جايين بعد شويه، كلهم المدنيين، يا فرد هنا ما في مدنيين، هنا الخلا، ديك الخرطوم، والله تفتشوا الرجوع ما تلقوه. تفتش الرجوع الخرطوم ما تلقوه، لانه دخلت في شرك ما بتاع ده، ما شرك بتاع زول بيعرف عسكريه نهايه، دي ما سياسه، دي عسكريه. تلاقي لك بتاعت شارات ماشي لك في ارض مكشوفه، ارض مكشوفه انت بتعرفها؟ انت ما حافظها؟ انا عارف اوصلكم منو لحد مدني دي بالشرك. يعني قاعدين قاشين قاشين، لان هذول الغزر الجمهوري
والحمد لله ما هدوا الكوبري، دقوهم كده داق الكوبري، هسه مش هرجعوا يخشوها، هسه هرجعوا يخشوها. وبالمناسبة اطلعوا من مدني ذاته مع ناس مدني. ده موضوع جاي ورا شوية، طلعوا من مدني مع ناس مدني. بس مدني ما طلعوا. طلعوا أهلنا نحن اللي مشوا خشوا الخرطوم في الحرب دي. طيب لو لحقت خشيت مدني دي انت لأول مرة هتخش مواجهة شعبية حقيقية مع الشعب السوداني. وأنت خشيت فيها بعد أصلا. زي ما اشتغلت شغل بتاع قبائل الآن في ناس قفلوا كان هتشوفوه وهتسمعوه هيسرب لكم في التطبيقات في اللي عملت دي. ناس كتار جدا من الشرقية دي شفتها، ما الشرقية فوق، الشرقية هنا. الشرقية المتاخمة البطانة دي. وانت يا كيكل تاني شوف لك بلد تقول لي البطانه ولا الجن احمر، اي زول مساندك يتبلى بس بعدها، ما في كبير على الوطن ده. شفت لو انتهت الحرب دي انت ما نافع تاني، لانه ده اهلك، ده اهلك اللي عرضتهم للخطر ده يا باطل، لانك رباطي، لانك همباطي، انت ما قلت البطانه، انت همباطي رباطي يا هو. سلوكك والدعم السريع واحد، الناس مستغربين كيكل واقف معاهم ليه، كيكل ما همباطي. قالوا هو كيكل قال انه زول كيكل ما رباطي، واي زول يقف معاكم البطانه دي رباطه بس، ما اولاد البطانه اولاد الشركه النظاف رباطي بس، ما فارق معاه يقتل الناس ولا يعمل ولا يسوي. كيكل سهل لهم طريق الشركه، متحرك الشركه كان فيه كيكل. انا عايز بكتب في تعليقات، ما تكتب على غسل، انا عارف بقول في شنو جاي للتطبيق ده، انا جاي بعد شويه. القوات المسلحة نجحت في انها تخليك تصل محل داير وتبلك تبلك، وان شاء الله ما تعدمكم طفايا النار. طفايا النار كي تعدموا، لانه خلاص يعني كل مرة الناس تقول والله ان شاء الله ان شاء الله ما يتفقوا معاكم مع بعض، عشان باقيكم ده يكمل، لانه بتشوف انتوا حتكون بذرة بتاعت سوء وفساد في البلد دي. والله يمرقكم من الجزيرة دي، والله الدخل الجزيرة تاري ما يمرق. شوف الدريب اللي برجعك بوين ثاني يا فارات يا كروري، ما بتعرف دخلت الشارك ده والله ما تطلع تاني. وانت ما دري خاش دار تعمل شنو يعني، وريني نفسك دار تعمل شنو يعني. انت الان اوريك بيجي انت شتحته، انت شتحته بس هسه مشتحين، لا عارفين انت قاعد في الخرطوم لا قاعد تخش الجزيره، شتحته بس. الدعم السريع يشتح مرق من الخرطوم، من مواقعه في الخرطوم، من مواقعه في الجبل ومن غيره، عشان دار مدني، لانه مركز اهم من الخرطوم جغرافيا يعني. اجابه مشوا ليه مدني؟ مشوا مدني لانه مدني ملتقى طرق ومدني، إذا المفروض تكون العاصمة مدني. لأن المركز الحقيقي مدني، لأن كل الاتجاهات مدني. لأنه صار كله جغرافيا بس، ما خليك من عرق وأهل وأخلاق وكلام سمح، لا لا ما كلام عاطفة، كلام جغرافيا، مدني دي في الملتقى الحقيقي. مشو ليه؟ أخا مواقع كوين اللي خليتها ورا ثاني؟ ما بترجع. ما تطلع الجزيرة دي يا زول، ودى الجزيرة في الصيف يروح خريف قاعد تحكم الناس الطرق، قال كمان في الخريف ده الروح ذاته. أولاد الجزيرة ده مرات في الخريف بيروحوا، شارع طين قفل، تلف بيجاي تلف بيجاي، تمرق تحسب في السرابات في الحواشات، حسبت غلط خشيت في حلة ثانية، تكوز ترجعك حلة ثانية. تمرق من ديوم دي دار تخش مدني تلقى روحك في الحصيصة. شارع واحد تطلع اما معتوق دي تلقى نفسك فو 24 طلعت الغرش دي بيمشي كده مدني، بيمشي كده الحصحيصة، وانت متاكد انك ماشي كده فجاه تلقى روحك انت في الحصحيصة دي. اولاد الجزيره زالوا سواقين البكاسي من الكلام ده، جاي تخش تحت الله انت ملقط امرق وارجعوا. ده ديك الخرطوم شوفوها ثاني قدح، اي زول خش خدتك روحك في الجزيره دي متوجه صوب مدني اقرا الفاتحه على روحه بعدها، ما بتقدر ترجع، انا ابشرك ما بتقدر. هسه لافين شايفين انهم بيهمبتوا العربات الفاره بتهمبت في مناطق جنب جنب الجنيد والحتات دي، دير رايحين ما عارفين يمشوا وين. هسه يا اولاد الجزيره عشان ما يفكوا لكم اشاعات، انا بسالك اسئله رد لها انت وراك ابن الجزيره، عشان ما يفكوا فيكم اشاعات. ناس غازي وناس منو الاعلام المضلل بتاع الدعم بتاع الحريه والتغيير ذاته ما الدعم السريع. في المشيه قبل المعركة بتاعت حنتوب دي ناس الدعم السريع ده كانوا ماشيين فيكم 20 و30 و50 و60 و100 عربية. في الرجعة بعد ما مشوا عرسوهم وراجعين، بعد ما قطعوا راحتهم هناك جايين راجعين، هسه حاليا اللي بينهبوا في المناطق اللي جنب الجنيه دي جاتكم 10 عربات مع بعض؟ جاتكم 20 عربية مع بعض؟ ما بيجي 3 و4 عربات، اسأل نفسك ليه؟
اسال نفسك ليه ما شو كده 100 عربيه و200 عربيه، ده راجعين كده ثلاث عربات وخمسه عربات، كل حله ده قشها ثلاثه واربع خمسه عربات، ليه؟ دير بالعقاقيز مفترض تفرتقهم ما ينهبوكم. عربيتين وثلاثه اي حله تجهز عندك كلاشين ثلاثه طلعوهم، ما خشوا ما يطلعوا الحله، ما يطلعوا. دي فرصه، دي فرصه بالمناسبه، لانه الان ناس الدعم السريع هم راجعين من الجزيره، دارين يشوفوا لهم طريقه ترجم الخرطوم وما عارفين الشارع بيجي، ولافين لحد هسه ثلاث ارباعهم طاشين ما يرجعوا، ما قاعد يجيكم 10 عربات لانه ما قادرين يتلموا مع بعض ذاتهم، ما عارفين الشوارع اللي بتلموا. الطيران ده فجاه الناس قامت جاري، شنو انسحبنا انسحبنا، فاتين اشاعه قالوا انسحبوا، كذابين، اتبليتوا اتبليتوا ما انسحبتوا، عشان ما تعملوا روحكم قوم وقعده معنوياتكم دي تتخطى في الواطه دي، نخرتكم تقعد في الارض. اي دعام ولا اي قحات لاف بس شو تاك تقول، اقول لا مدني كيف، هذا دارين هاشتاج اسمه مدني كيف يا شباب، بس كده معنوياتهم دي تخط دق الطين ده، ما يكذبوا ما يصبروا روحهم، ما يقول لك انسحبنا، ما انسحبوا اتبلوا. الان الاشاعه طالع من دعم السريع انسحب، مو محتفلين، لا لا ما انسحب، دعم السريع ما قدر يخش مدني، جاي من ثلاثه اتجاهات والرابع قاعد شرق النيل. يا اخي ده كلام، يا اخي ده كلام يا اخي، الحمد لله رب العالمين. يا اخي الشعب الصاري كله الان المفروض يكون مبسوط، كلك تكون فرحان محتفل الان، تضوي الشموع، تطفوا اللمبات، تغنوا، الناس هتمشوا سنار حقه طيب راجعين بعد كده. انا اول مره اقول ارجع واخذ ولا ورا، لانه حقيقه الناس طلعت باشاعه للامانه، مدني طلعوا منها بالترويع. الضرب كان في الشرك، صوت الضرب لامنك انها في ناس كتار ما سمعوا صوت الضرب قبل كده، صار المنطقه قريبه الشرك بجاي عينهم ليه مدني، والضرب هو في الحامل ذاته هناك ضرب في الشرك، فكوا إشاعة والله.